سائل يقول: استيقظت في حدود شروق الشمس مجنبا، فإذا دخلت في الغسل ربما تشرق الشمس، هل أتيمم وأصلي أم أغتسل ثم أصلي ولو يخرج الوقت؟ أفتوني مأجوري. لا يجوز أن تصلي إلا بعد الاغتسال ولو طلعت الشمس. يجب عليك الاغتسال ما دام الاغتسال ممكنا والماء موجود، فإنه يجب عليك الاغتسال ولو طلعت الشمس، لأنك معذور في هذا. نعم.